والسلام على رسول الله. فقد اجتمع إخواننا وكثير من مواطنين الصرفاء اليوم في هذا المؤتمر الذي بدأ له بخطبة جمعة ألقاها فضيلة الدكتور عبد الله درويش، والتي تكلم فيها عن رفض ما ذهب إليه العلمانيون وما يحاولون إحداثه في مصر من فوضى، وطلب بإحلال الأمن والأمان في هذا البلد. ثم بدأنا فعاليات هذا المؤتمر داخل المسجد، ثم أتممناه خارج المسجد، وقد ننطلق بمسيرة من هنا إلى ميدان التحرير كي ننضم إلى إخواننا هناك لعمل مسيرة إلى السفارة الأمريكية المطالبة بالإفراج على الدكتور عمر عبد الرحمن المحبوس ظلما منذ حوالي 20 عاما في السجون الأمريكية. أردنا اليوم أن نعلي صوت الشعب وأن نقول الكلمة التي تتردد في قلوب الناس كلهم، أنهم يرفضون هذه الفوضى التي تحدث، يرفضون الابتزاز الذي تمارسه الأقلية ضد المجلس العسكري وضد البلد بأسرها، يرفضون محاولات القفز على السلطة التي يقوم بها البعض من ميدان التحرير، يرفضون محاولات ضرب الاقتصاد المصري الذي فعلوه عندما حاولوا اقتحام المجرى الملاحي قناة السويس وأغلقوا ميناء الأدبية وأغلقوا طريق العين السخنة وأغلقوا ميناء بور توفيق وأغلقوا مجمع التحرير وهددوا بإغلاق مترو الأنفاق وهددوا بقطع خطوط الاتصالات والمواصلات. الشعب كله يكره هذه الفئة التي تفعل ذلك. نحن أردنا أن نعبر عن هذا الأمر لكي يسمع صوتنا المجلس العسكري. نقول للمجلس العسكري بوضوح إن الشعب أيادك يوم حميت الثورة، وأيادك يوم أجبرت الطاغية على التنحي، وأيادك يوم تبنيت خياراته في الذهاب للانتخابات سريعا، ولكن الشعب الآن يريد أن يقول لك لا لتأجيل الانتخابات، لا للمواد فوق الدستورية. أنا أقول له صراحة، ابق على اللحمة التي بينك وبين الشعب، ولا تبعها بثمن بخس، ولا تبعها لإرضاء قلة قليلة من العلمانيين. الشعب لفظهم، والشعب كرههم، والشعب لا يريدهم.